دورة الوفاء الدولية 23 لقفز الحواجز 2018. العام الماضي عادت الحلبات الفروسية بعد توقف دام 6 سنوات. اليوم فرسان سوريا والدول المشاركة من على صهوات الخيول عم يعلنوا سنعيد لدورة الوفاء ألقى قبل الحرب، دورة الأولى بالوطن العربي بتصنيف 4 نجوم. خلونا سوا نتابع حفل الافتتاح. اليوم الفروسية عم تلقى اهتمام ورعاية كريمة من السيدة منال الأسد الرئيس الفخري لاتحاد الفروسية. إنجازات الفرسان أكبر دليل على ذلك، تأهل فرسان إلى الدورة الأولمبية للشباب، الفارس مالك زنداقي، أيضا أن فرسان 4 تأهلوا إلى بطولة العالم، هذا شيء ببشر بالخير بالنصر. دائما انا بقول نحن انتصارات رياضه مستمده من انتصارات الجيش العربي السوري، وبالتالي مثل ما شفت 6 دول مشاركه، افتتاح رائع ومميز، حضور كبير، اهتمام مسؤول. نحن سعيدين جدا وكنا مبسوطين جدا بالحفل الرائع. قلت كانت 5 نجوم وان شاء الله راح تصير 5 نجوم. نحن بوجود السيدة الفارسة منال الأسد اللي متابعة الفروسية السورية، وشفت انت الفروسية السورية بتطور دائم، وان شاء الله عنا ابطال واعدين بده يكونوا نجوم على مستوى سوريا وعلى مستوى الخارجي. هلا كنا بالمركز الاول وحنرجع للمركز الاول بفضل هو الشباب اللي عم نشوفهم اليوم. انا قبل شوي كنت عم بقول انه المكتوب باين من عنوانه، هاي البطوله غايه الجمال، هذا الافتتاح الانيق الجميل، هذا يؤكد ان هناك اصرار، هناك تصميم على النهوض من الازمه اللي مرت فيها سوريا. هناك العديد من الرسائل في اقامه هذه الدوره، الرساله الاولى ان هناك وفاء للباسل، الرسائل الاخرى ان سوريا بدات تنهض من كبوتها بسبب الارهاب الذي مورس عليها، الرياضه بدات تنهض، الاقتصاد كما حدث في معرض دمشق الدولي، ايضا الثقافه كما حدث في معرض الكتاب في مكتبه الاسد، هذا يؤكد ان سوريا ماشيه نحو الافضل وان الحرب بدات تنتهي. وان شاء الله اتمنى لكل القائمين والابطال الموجودين في هذا المضمار افضل ما يكون ان شاء الله. طبعا دوره الوفاء خلال هذا العام وبمشاركه 6 دول، ولاول مره يشارك اللبنانيون بخيولهم الفرسان مع الخيول، وقد قامت وزارة الزراعة بتقديم التسهيلات لدخول الفرسان مع خيولهم. بالبداية نحن بنشعر بالفخر بإنجازات كل الفرسان السوريين اللي استمرت بالرغم من قسوة الحرب وبالرغم من الظروف خلال السنوات الماضية، لكن الدورة لم تنقطع والبطولات لم تنقطع. من يشاهد متابعة اتحاد الفروسية لأدق التفاصيل خلال الفترات الماضية ودعمه للفرسان يدرك لماذا أحرز فرسان السوريين بطولات إن كان داخل سوريا أو خارج سوريا. نعلم أن هذه البطولة في هذا العام نجمتين، بعد أن كانت العام الماضي نجمة واحدة، أي أن سوريا عادت إلى وضع إن شاء الله وسترتقي إلى وضعها الطبيعي، وخصوصا أهمية هذه البطولة أنها تتزامن مع انتصارات الجيش العربي السوري على كل شبر من بقاع الوطن، وها هي سوريا تعود في إلى ألقها وزهوها وانتصاراتها، واليوم كلنا سعداء بالمنتخب السوري ونأمل أن يحقق أبطالنا المراتب الأولى والشراكة أيضا مع فرسان من العالم على درجة عالية، أيضا لها دلالات أن سوريا بدأت تعود إلى وضعها الطبيعي وبدأت تتعافى في كل المجالات مع الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري. الحمد لله دورة وفاء حلم أي فارس سوري، واليوم نعتز فيها كفرسان سوريين دورة وفاء للباسل. اليوم أنا عندي معنويات يعني كتير كبيرة بالشي اللي صار، سنة عن سنة عم تتحسن بالأزمة الحمد لله، على منه وصلت دورة وفاء للعالمية، يعني بال 2010 كانت بطولة 4 نجوم.
المشاركين لاحظوا من يوم الافتتاح ملامح عودة الدورة إلى رونقها، دورة بيحلم بتقلد المراكز الأولى فيها أي فارس سوري وعربي. لينار تي في، فارس زخور، نادي الرماية والفروسية، الدماس.